اليوم غنشارك معكم واحد القرار اللي اتخذته الاخت سعاد جوهره مغربيه، وبغيناكم المشاهدين الاعزاء تعطيونا الاراء ديالكم في هذا القرار اللي اتخذته سعاد. وباش تعرفوا سعاد القلب الصافي والنيه الزينه والشجره الطيبه كتستاشر معنا حنا خوتها، حنا خوتها اللي واقفين. وهذا القرار كان في خباري في صراحه المشاهدين، غير كنتسنى الاخت سعاد حتى تصرح به هي. واليوم بغيتكم تعطوني النصيحه ديالكم هذا القرار اللي خدات سعاد والصائب ولا ماشي صائب، وغنعطي لكم حتى انا الراي ديالي في هذا القرار. قبل ما ندوز للقرار ديال سعاد غندير واحد الدخيله. السلام عليكم بعد المشاهدين الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتم الصحه والعافيه لنتوما للناس اللي عزاز عليكم. كنتمنى الاميمات والخوت والخواتات ما تنسونيش اللايكات ديالكم ودبروا لي التعاليق والبارطاج الا جات على خاطركم. دوك اللايكات زوينين، دوك الوريدات، دوك القليبات، واللي ما دايرش ابوني يتابونا في القناه. كما قلت لكم قبل من السلامة يا ربي اش هادشي، راه السريعة كينفاز، راه السريعة كينفاز، سيروا ليها السريعة كينفاز، انا راه باري سيروا السريعة اللي كينفاز. كما قلت لكم قبل ما نناقش معكم القرار ديال سعاد غندير واحد التخيلة وتفهموني. زيدوا مرحبا بكم، مرحبا بالمشاهدين الاعزاء، زيدوا مرحبا بكم. الحم الا فابور، الحم الا فابور عاد بكريشا. زيدي اش خاصك يا لاله؟ بغيتي من جهه الفخاد، بغيتي من جهه السدار، بغيتي من جهه العنقرة، بغيتي من جهه بوباينوط، بغيتي من شي بلاصه اخرى، كلشي ممكن. اش بغيتي؟ غير هو هاد الحم ديال بنات بكريشا راه خانز، راه كلشي شايفو وتعرى وخانز معفون. باغي تاكليه؟ بغيتي تاكلي الكلاب ديالك اللي في الجرده؟ مرحبا نعطيوه لك. فهمتي باغا طحني الكلاب؟ ها هو الحام ديال خدي القزيبه كلها ديال بنت بوكريشا. انت شنو خاصك؟ الصدر باغا طيل المشاش ديالك، المشاش ما ياكلوش، ما عطيش المشاش ديالك المضره، لان هادي الحام ديالها الحام الحلوف ونقيها الحام بنت بوكريشا. الحام خانز ما عندك ما توكلي فيه. شوف شو اليوم الهبره ديال بنت بوكريشا مخرجينا. اي هي 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 على اللحومات كتسارى في اليوتيوب، هي واللحم خانز. وفورمتها واحد السيده خلات لي تعليق قبيله قالت لي ولدي انا عندي 50 عام قال لي انا عندي 50 عام والفورمه ديالي احسن من الفورمه ديالها. الكرش عند قزيبه القدام، لاحظتوا بنت بكريشه عند قزيبه القدام، قزيبه اللور قزيبه انت ملي بلاك الله يا بنت بكريشه ما عندك الفورمه المساح واجب بعدا امتيسان، قزيبه اللور قزيبه القدام. شوفوا ما تقول الله اعلم وتقيد عليا انا هادشي هادشي اللي شافوا عويناتي قبيله. الا قزيبه هنا وقزيبه هنا وقزيبه ثلاثة القزازة بعد بنت بكريشة. ربي اش قلت الحياة قلت العراض وش شي سخط سخط سخط. شوفي قال لك المؤثرين هادي راه متبعنا بنات كيتأثروا بها، شي مراهقات مساكن كيشوفوها كتلبس بحال هكا وكتعرى كيحسب ليها الحياة السعيدة. هذاك راه غير الخنز، هذاك الجسد اللي كتشوف فيه نتوما تلعب فيه تعيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا دابا التفاحة، شوفوا التفاحة ملي كتكون مستورة بقى معضوضه ما والو، كتكون تبان لكم بقى طريه ديك التفيفيحه. كلاب السريعه جاوني عاوتاني، وان فوا كتعض من ديك التفاحه كتعض منها واحد شويه وحطها وشوفوا الكحوليه والبكتيريا اللي كتجمع عندك البلاصه. هكاك الانسان اللي كان حاضي راسو وحاضي الشرف ديالو ومغطي الجسم ديالو كيبقى ديما نقي. اما اللي كنكون معري وكلشي عض منه منه وشي عض مني منه راه بدا ممسخ. دابا غندوزو اخوتي القرار اللي اتخذت اخت سعاد جوهره مغربيه. وانا كان في خباري هذا القرار في الصراحه، وكان ضمن انا اللي كنت مرشح هذا القرار. اوكي عطي اوكي حتى انا، ولكن باش عرفوا سعاد القلب الطيب والنيه الزينه وصافيه مع المتتبعين مسكينه والبراءه ديالها، خرجت اليوم كتستاشر معكم القضيه ديال انها تحول ولادها من المدرسه. انا كنت من المؤيدين، انا كنت من هادشي اليوم عرفتوا شناهو هادشي اليوم، ماشي يطق منا شي يخبط منا سلام من هاد النهار هذا. دويت على اللحم وقيلا شي قال باغي نتقداو اللحم من بنات المفرقع. شوفوا اللحم راه مابقاش، صافي عطينا الكلاب ديال بنات بوكريشا ما كيتكالش، عطينا الكلاب، الكلاب تا هما كيلبحوا باغي حقهم ديال اللحم من بنات بوكريشا.
اصبر ابوبي، انا غنصيفط لك واحد الفخاد ديال العسره، وانت غنصيفط لك الفخاد ديال السريعه. والله ما فيكم نتوما بعدا كتنبحوا كتعسوا علينا هنا. كما قلت لكم القرار اللي اتخذت اخت سعاد، شهدوا الله ما غيهني ولاد النهار. سمعوا للحم، والله الا جعروا للحم. ها انتم ديما كنصور عمر كلاب جعروا بحال اليوم. سمعوا للحم، شموا ريحه الخنز ديال بنات بوكريشه. قلت لكم سعاد القرار اللي اتخذته على انها تحول ولادها من المدرسه قرار صائب، وانا معاه في هذه الفكره. لان الولاد الا بقاو تما غادي يبقاو محظيين، غيبقاو يعمروا لهم راسهم الولاد، يمشيو مع البنت. واحد البنت كتقرا في نفس المدرسه اللي كيقرا فيها خوها، كتعمر لي راسو كتحرشوا على ما يا خوتي يا خوتي. عادي بعقوق الوالدين يوكلوا الدري شي سموم، يديروا الدري شي حاجه، اللهم تبعدوا من ديك المدرسه. وما تقولش لي المدرسه اللي مسجله فيها ولدها في قرار من حقها هي تخلص المدرسه، بحكم ان بوكريشه كاين في حبيبيش راه سعاد اللي غتخلص المدرسه هذا العام. نتقابل وليداتها وتحولوا من ديك المدرسه، والقرار كان صائب. وانا كنقول لك سعاد برافو، برافو على الصراحه ديالك، برافو على النيه ديالك، برافو على القيمه اللي كتعطي للمتتبعين ديالك وكتستشري معاهم. حنا اصحاب قنوات، شكرا لك سعاد. ماشي بحال الاخرين اللي كيقضيو داكشي تحت الدف، ولكن هذه ديال انها تبدل المدرسه برافو. وشكرا لكم، قولي راه كنت في اللايف اخوتي وقريت التعاليق ديالكم كامل، كلكم كتقول يا سعاد بدلي بدلي بدلي. والله الا فرحت من لقيت التعاليق بزاف، نفس الفكره اللي عندي انا ديال سعاد، بدلي لولادك المدرسه، بدلي لوليدات المدرسه. كما شفتوني انا ملي كنت سمعت ان الولد كيتواصل مع البنت في فيسبوك، ما علم اي فكره غلط، وكنت انا طلعت وقلت لسعاد لا حيدي لي الفيسبوك، لان شوفوا الولد ما عندوش حق، ماشي من الاحسن يبقى بعيد من خواتاتو. خواتو دابا مشارجين وحاقد على الام ديالهم، فمن الاحسن تبعدهم من ديك المدرسه، ما يشوفوا لا سريع على سريعتين، يمشيو يقراو على روسهم ويجيو للدار. بغات سعاد دير لهم شي سويعات في السبور ولا شي حاجه في لاصال الوليدات فاش يتلاها ولا شي حاجه تديهم وتجيبهم، ولا المراجعه وداك الشيء. اما تقول لي يبقاو يقراو في ديك المدرسه اللي عارفين البنات يبقاو تما يمشيو عساسين عليهم، شي نهار يخرج الدري يجديو يخطفو ولا شي حاجه، راه كلشي ممكن مع الاجراء المجرمه ديال السريعه البواله، كلشي ممكن. فمن الاحسن انا فكره هي هذه، انها تحول ولاد المدرسه وتخلي الكلاب ينبحوا، يتنابحوا دوك العاقات صافي تنساهم، تجيبهم بالقانون. الكبيره صافي تنساها، هذيك ما بقى فيها رجوع، صافي عاد تنساها تحسب ماتت. اما الصغيره غتجيبها بالقانون، ديك الساعه راه غيشوفوا مع اطباء نفسانيين باش السيده يلاه تفورماطا، لان السيده هي 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 راه زهير وتاهي ما بقات ساهله، عاد فورماطا حتى هي وترجع العقل ديالها بدا كاين وترجع الصعوبة واحد شويه داكشي اللي كانت كدير ديك الساعه مرحبا. اما الولاد اللي بقاو يقراو ديك المدرسه الصراحه تبقى سعاد ما هي مرتاحه ما والو، ختم تبقى تشوفهم في المدرسه راك عارف ختم، تبقى كل نهار تقول ليه تلوح ليه كلمه على موت، تبقى تعطي شي حاجه، توري الفلوس، تغري الولد، مي فاعله مي معذبه، انا تبقى تعاود لي غير هاد المشاكل اللي واقعه ما بين امها وباب. حتى الولد يسخط هو على الام او لا يحقد على الام ديالو، راك معارف الدراري الصغار غير كيتاثروا بدوك الافكار السلبيه. من الاحسن ايفيتي هاد الصراحه، قال لك الباب اللي يجيك منه الريح طرقو السريح، صافي عارفه تما غتنوض شي تنوعيره في ديك المدرسه غيبقاو يعمروا الوليدات راسها هاديك الزهيره ولات واحد الشويطيله تاهي هي صافي وتهني راسها. هادي هي الفكره اللي عندي انا خوتي، لا حنا جدانا القرع المشط ولي راسو، جدانا الكركلتي، صافي ندوز للمدرسه ونتهنى مع راسي. المهم اخوتي هذا هو لا فيديو، كنتمنى تعطوني الراي ديالكم في هذا الموضوع، واللي بغى شي كيلو ديال الحم صيفطوا لي، راه الحم موجود هاد الايامات في اليوتيوب. تحياتي لكم، بونوي اي بون غيف، تصبحوا على خير المشاهدين الاعزاء، فرحت الله، شكرا لكم، والله يسهل عليكم، والله يرحم لكم الوالدين، باي باي عليكم.